حبات سخنة، تعرق ليلي، تقل بالإجرين، زيادة وزن خصوصا عند منطقة البطن، كل هيدي عوارض بتصير مع كل سيدة بس تقرب على انقطاع الدورة الشهرية. هل بتعرفي انه كل شيء انت بتكليه بأكلك ممكن يساعدك انه انت تتحكمي بهيدي العوارض؟ كيف؟ تابعي معي هيدا الفيديو للآخر لتعرفي كل التفاصيل يلي انت محتاجة انه تعرفيها. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية من برنامج Space to Mom، معكم اخصائية تغذية نادين سمايلي، وبموضوع حلقتنا لليوم حكون عم شارك معك بعض من النصائح الغذائية يلي ممكن تساعدك تتعاملي مع مرحلة انقطاع الدورة الشهرية. اول شيء يا ماما لازم تكوني عم تنتبهي له هو انه تزيدي من استهلاكك للكالسيوم والفيتامين دي. عاده خلال فتره انقطاع الدوره الشهريه او ما يسمى بالمينوبوز، الجسم بيفقد من كثافته للعظام، فلحتى نخفف قد ما فينا من هيدي الخساره بدنا نكون عم نأمن للجسم الكالسيوم والفيتامين دي اللي هو بحاجه له. فعلى قدر المستطاع حاولي انه دخلي على نظامك الغذائي اللبنه، الجبنه، البيض، الحليب كمصادر للكالسيوم، وحتى ممكن تكوني عم تعرضي نفسك للشمس اكثر لحتى تكوني عم جمعي قد ما فيك من الفيتامين دي، أو حتى ممكن تكوني عم تاخدي المكملات الغذائية. تاني نصيحة هي إنه تحاولي تزيدي من استهلاك البروتين بالدايت تبعك. مثل ما الجسم خلال فترة المينوبوز بيكون عم يفقد من كثافته للعظام، كمان الجسم بيكون عم يخسر من نسبة العضل فيه. فلحتى نخفف من هيدي الخسارة بدك تكوني أنت عم بتأمني لجسمك كميات بروتين اللي هو بيحتاج لها. بدنا نحاول إنه على كل وجبة نكون عم ناخد مصدر من البروتين، سواء كان من اللبنة، من الجبنة، من البيض، أو من اللحمة، الدجاج، السمك أو البقوليات. النصيحة الثالثة هي إنه نحاول زيادة المأكولات يلي بتكون غنية بالفلافونويد أو بالايزوفلافونز. عادة كل أعراض انقطاع الدورة الشهرية هي بتكون نتيجة عدم انتظام بالأستروجين وبالبروجسترون. هلا المأكولات اللي بتكون غنية بالفلافونويدز بتساعد انه هي ترك لجلك او تنظم لك من مستويات الاستروجين بالدم، وكمان بيساعدوا بالتخفيف من الهبات السخنة ومن التعرق. اكيد ما بدنا ننسى يا ماما تناول الالياف، لانه الالياف بالخضرة والفواكه والحبوب الكاملة مش بس ممكن تساعدك بالتحكم بوزن سليم، كمان ممكن تحفز من تحسين بمستويات الكوليسترول وجهازك الهضمي. رابع نصيحة يا ماما هي التخفيف من الكافيين. كل ما قدرتي انه انت تخففي من الكافيين بنظامك الغذائي، كل ما قدرتي تتحكمي بعوارض انقطاع الدورة الشهرية واضطرابات النوم. النصيحة الخامسة هي المكملات الغذائية. ممكن طبيبك يقترح عليكي انه انت تضيفي على اكلك المكملات الغذائية يلي هي ابرزها الكالسيوم، الفيتامين دي والفيتامين بي 12. النصيحة السادسة هي انه تحاولي على قدر المستطاع انه تكوني عم تشربي بين 2 لـ 3 لتر مي بالنهار لحتى تمتنعي عن الجفاف. النصيحة السابعة هي مراقبة الوزن. عادة بمرحلة المينوبوز او انقطاع الدورة الشهرية، النساء بيكون عندها اكثر استعداد انه هي يزيد وزنها، لانه مثل ما اتفقنا قبل خلال مرحلة المينوبوز بيوطى عنا العضل، بس نخسر عضل بيوطى الايض، بس يوطى الايض بنصير حتى الاكل يلي قبل كنا ناكله عادي وما كان يزيد لنا وزننا، هلا عم بيزيد لنا وزننا. النصيحة رقم 8، حاولي على قدر المستطاع انه تتجنبي بعض من الاغذية يلي ممكن تزيد لك من عوارض المينوبوز، مثلا ممكن يكون عندنا بعض من التوابل او حتى الاطعمة يلي بتكون حرة. واخر نصيحة بدي اقول لك اياها يا ماما هو انه حاولي مارسي الرياضة. الرياضة جدا مهمة مش بس لحتى تقدر انه تحافظ لك على وزن سليم، كمان الرياضة كتير مهمة لحتى تخفف لك من خسارة العضل، واكيد كتير مهمة لحتى تحافظي على جسم مشدود، وكمان الرياضة كتير مهمة لتحافظ لك على عظام قوية. وتذكير كتير مهم يا ماما انه كل هيدي النصائح يلي حكينا عنها انا وياك هي نصائح عامة، فما تنسي تستشيري طبيبك لحتى يكون عم بيدلك على النصائح يلي بتتناسب مع جسمك. هيدا كل شيء بالنسبة لحلقتنا لليوم، بتمنى تكوني حبيتي، بتمنى تكوني استفدتي. اذا حبيتي الحلقة ما تنسي تشاركيها مع أصدقائك الأمهات. إذا عندك أي أسئلة شاركيهم معنا بالتعليقات لنكون عم نساعدك، وما تنسي تحملي تطبيق Space to Mom لنكون عم نرافقك برحلتك بالأمومة.